هي اسهل حاجه ممكن تجيب لايكات انك تقول المنتخب المغربي عمل جيم عظيم جدا، المنتخب المغربي لعب مباراه هجوميه بالطول العرض، بس هي الحاجه اللي ما بتجيبش لايكات انك تقعد تتكلم بواقعيه. مثلا النهارده منتخب السنغال لما معانا قدام الراس الاخضر كلنا انتقدنا ان السنغال بكل نجومه ازاي بيعاني قدام الراس الاخضر ومطرود منه اثنين. المنتخب المغربي النهارده وهو جاي لاعب ملاوي اتفرض عليه ايقاع لعب معين بعد ما تم تسجيل فيه الهدف الاول، لان منتخب المغرب احنا ما كناش عارفين وحيد خرزوتش جاي يلعب جيم متوازن ولا جاي يلعب جيم هجومي. هتقول لي لا 4 3 3 وحاطط النصيري وحاطط بوفال فهو كده كده هيلعب مباراه هجوميه وبيأمنهم بنص الملعب بعمران لوزة وبسليم وبسفيان مرابط. احنا عارفين ان وحيد خرزوتش ما يتضمنش في الماتشات دي، فعارفين ان وحيد خرزوتش مش جاي يلعب مباراه هجوميه من بدايه الجيم، بس هو اتفرض عليه مباراه هجوميه من بدايه الجيم قدام ملاوي، مع انك انت على الورق مفترض انك تعمل سكور على ملاوي، انك منتخب المغرب وعندك تاريخ وعندك عراقه وعندك جوده لعيبه تسمح لك انك تعمل مباراه هجوميه على منتخب ملاوي، بس انت تم فرض عليك مباراه هجوميه من البدايه، لان انت لبست هدف اول عن طريق تصويبه بعيده جدا، حارس المرمى بتاعك تعامل معاه بطريقه سيئه، ما خدش خطوه، ما طلعش من على الارض حتى وهو بيعمل تراي عليها علشان خاطر يطلع الكره بصوابعه، ما عملش اي حاجه خالص، بس عادي مفيش اي مشكله. ليه الناس تطلع تبررك وتقول لك ان والله المدرب بتاعك طلب منك انك تطلع تزيد وتغطي الباكات علشان خاطر ما تسيبش مساحه كبيره، اللي هو حتى لو غلطت الناس كده كده بتطلع تبرر لك اللي انت عملته، لو يا جماعه شوطه من بعيد قوي. لا والله مش غلطه انا، المدرب هو طلب منه. طب الكره العرضيه اللي اتعامل معاها بطريقه سيئه، هو عادي المدرب كان طلب منه برضه. فاحنا يا جماعه جايين نتكلم عن مباراه المغرب وملاوي، فانت جاي تتكلم عن ان انت مرشح انك تكسب المباراه دي، والمباراه دي تم فرض عليك طريقتها من المنتخب الملاوي اللي مسجل فيك الهدف الاول. كنت انت مضطر انك تطير ماسينا ومضطر انك تطير اشرف حكيمي علشان ترجع الجيم تاني، علشان ترجع الجيم تاني وتحاول انك ترجع في المباراه بدري بدري. ضيعت كتير، بتضيع بقالك فتره، لان احنا عندنا مشكله مع فكره ايوب الكعبي لما بيكون غير موفق الموضوع بالنسبه له بيكون ضايع جدا، بيضيع فرص كتير جدا. النصيري نفس الوضع، النصيري النهارده سجل هدف في الدقيقه 45، وبتفرق جدا مع اي لعيب كوره او اي فرقه انك تدخل غرف الملابس 1-1 احسن من 1-0. منتخب المغرب لو كان دخل غرف الملابس وهي 1-0 كان الموضوع هيكون صعب جدا عليه الشوط الثاني، برغم ان منتخب ملاوي الموضوع بتاع الجوده عالي قوي بالنسبه للعيبه المنتخب المغربي، المنتخب المغربي لما كان بيطلع وبيهاجم كان بيشكل خطوره كبيره جدا على منتخب ملاوي. الكره الثابته اشرف حكيمي بقى متمرس فيها، عمل واحده الشوط الاول جميله جدا، الحارس صدلها ردت، الحارس صدلها برده. المنتخب المغربي موضوع اشرف حكيمي في الكره الثابته بقى فيه تقل عالي قوي بالنسبه للمنتخب المغربي في الكره الثابته. اشرف حكيمي مسجل هدفين والنهارده كورتين لعبهم، واحد هدف والثانيه كانت خطيره جدا اللي صدلها الحارس، فانك تضيف قوه لقوتك كاشرف حكيمي، باك عندك وباك عندك قدرات هجوميه هايله، تضيف لهم قوه ان انت تكون مميز في التصويبات بتاع الكور الثابته، فدي حاجه بحيي اشرف حكيمي عليها، لان الكور دي بتخلص ماتشات مع العربه. لان مثلا ممكن تتخيل معايا السيناريو لو المنتخب المغربي ما سجلش بالكور الثابته بتاع اشرف حكيمي، الوضع فعلا كان هيبقى عامل ازاي؟ هيتقالك انك عملت مباراه هجوميه، واو عملت مباراه هجوميه فظيعه، مع انك ده الطبيعي انت جاي تلعب قدام ملاوي، طبيعي انك تعمل مباراه عظيمه. انت عايز توصل رساله للمنتخب المصري او منتخب كوت ديفوار ان هو اللي هيجي لي بدور الثمانيه انا هحط عليه وهعرف اكسبه، انت مش جاي تلعب قدام ملاوي ومطلوب منك انك تلعب مباراه دفاعيه ومباراه منضبطه. انت تم فرض عليك الطريقه دي لما تم تسجيل فيك هدف بدري، بس انت كنت جاي اساسا تلعب مباراه هجوميه، فلما تلعب مباراه هجوميه قدام المنتخب الملاوي فدي حاجه طبيعيه وحاجه منطقيه جدا، انما الغير منطقي انك تطلع تقول ان انا عملت ماتش عظيم قدام ملاوي. لا، انت كان مطالب منك انك تعمل ماتش عظيم قدام ملاوي، لان مطالب منك انك تكسب ملاوي. خروجك قدام ملاوي او اي نتيجه سلبيه قدام ملاوي وقتها كنا احنا هنتكلم معاك، اللي هو لا انت مش جاي تخسر قدام ملاوي. مع احترامي لملاوي ومع احترامي ان احنا بقاش فيه فرقه ضعيفه في الكوره، بس فيها السيئات والابجديات. لما منتخب المغرب يعمل ماتش هجومي كويس قدام منتخب ملاوي ما تطلعش تقول واو المغرب كان اداء وجمال، ده الطبيعي وده المنطقي. انا مش جاي اهجس عليك ولا جاي اطبل لك ولا جاي اطلب منك انك تعمل لي لايك علشان خاطر انت عايز تسمع كلام جميل، لا انت كان مطالب منك انك تعمل المباراه دي، المباراه دي انت اتسقت فيها. شخصيه المنتخب المغربي مش قويه جدا علشان خاطر وحيد خالدوتش بقاله سنتين بيجرب، وحيد خالدوتش بقاله سنتين بيجرب لعيبه وبيجرب طرق لعب، وحيد خالدوتش لسه ما عملش انسجام داخل المنتخب المغربي علشان المنتخب المغربي يكون منتخب قوي. المنتخب المغربي كافراد قوي جدا جدا جدا، انما كمنظومه جماعيه المنتخب المغربي هش جدا جدا جدا. ففي فرق كبير قوي بين القدرات الفرديه للفريق
والقدرات الجماعيه للمجموعه. منتخب المغرب كمجموعه في مشاكل كتير، انما كفرديات بتغطي نواقص المجموعه، وهي دي الحاجه اللي لما بنتكلم فيها الناس بتزعل. بس مطلوب منك انك تزعل ليه؟ لان هي كوره كده، وجهات نظر، انت تشوف حاجه وانا اشوف حاجه تانية. وفي الحالتين هقول لك الف 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 مليون مبروك لمنتخب المغرب على فوزه النهارده على منتخب محترم زي منتخب ملاوي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو فوالله يا برو هو ده رايي وهي دي وجهه نظري، انت اللي قلت وجهه نظر تانية هتحترم، وكله داخل نقاش محترم، ان احنا بنتكلم في كوره مش بنتكلم في خناقه.